النصر والاتحاد. إذا تنطلق صافرة هذه المباراة، الخليج بالألوان الخضراء على يمين السادة المشاهدين، النصر كالعادة بالألوان الصفراء على يسار السادة المشاهدين. أذكر التشكيلة بشكل سريع، راؤول كنيدة اختار حسين شعان في حراسة المرمى أمام محمد عيد، عمر هوساوي واللاعب الجديد والاسم الجديد في تشكيلة الفريق النصراوي. لكن هذه محاولة هي الأفضل في كرة تصل، تحضير فرصة ممكنة، لكن يحيى الشهري، يا الله، جول للخليج. عبد الله آل سالم وشباك النصر هي اللي ما هي سالمة من عبد الله آل سالم، لم تسلم من الخليج. أدانة في قلب العاصمة، يعزف أجمل ألحانه، يسجل بلقطة رائعة بتمريرة عرضية، فرصة وصلت، يحيى مرر بالخطأ لكن عبد الله آل سالم يرفض أي خطأ. إذا ما كان مع تفعيل الهجمات المرتدة أعتقد أنه لن يكون مجدي للخليج في مستقبل هذه المباراة، في الدقائق المتبقية من هذه المباراة. لكن الآن تمريرة وفرصة للتسجيل، فرصة للتعديل، فرصة للتعديل بالقدم اليسرى، حسن الراهب، يا حسن الراهب يعود بالعالمي، يعود بالعالمي بالتعادل، بالتعادل. النصر يعود من خلال هذه اللقطة، من خلال تمريرة ساحرة من الفريدي إلى حسن الراهب. حسن استلم، حسن بالقدم اليسرى، مثل هذا اللاعب لا يمكن أن يجلس في دكة الاحتياط يا راؤول، لا يمكن أن يجلس في دكة الاحتياط بعد المردود، بعد المستوى المتواضع اللي قدمه مايغا. ملعب الخليج، الخليج للدفاع والنصر للهجوم، وهذه فرصة ممكنة لكنها تبعد في آخر لحظة لرمية جانبية، رمية جانبية، تلعب الرمية الجانبية بشكل سريع على الجبرين، الجبرين يمرر الحسن عبد الغني، تمريراته ممتازة، هذه واحدة ذكية إلى الفريدي، الفريدي يلعب مباشرة نحو المرمى، توقع من الفريدي الغير متوقع، لكن الآن تأتي الصافرة في الوقت المتوقع وتعلن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، تعادل عادل، شوط أول تفوق الخليج.